تباينت آراء المواطنين في منغوليا حول مدى إمكانية إرسال أطفالهم إلى المدرسة أو الحضانة بعد مضي قرابة العامين على انتشار فيروس كورونا، حيث عبر بعضهم عن قلقه من إرسال الأطفال إلى المدارس في ظل ظهور متغيرات جديدة للفيروس، فيما رأى آخرون أنه يجب التعايش مع فيروس كورونا وذلك بفتح المدارس وعودة الطلاب إلى الصفوف التعليمية، خاصة أن المستوى التعليمي للطلاب تراجع مع التعليم عبر الإنترنت. مضى عامان منذ أن بدأ الوباء وتأخر تعليم الطلاب. عودة المدرسة جيدة من ناحية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأطفال فإن الأمر صعب. يقول المسؤولون أنهم سيدرسون باستخدام التعليم المدمج، ويقول بعضهم أنها غير مجدية. الناس لديهم وجهات نظر مختلفة. الشيء الرئيسي هو النظافة والحفاظ على المسافة وارتداء الكمامة وغسل اليدين. يجب أن نتعلم كيف نتعايش مع الجائحة. لهذا السبب نحتاج إلى تجربة إجراء التعليم المدمج الذي نتحدث عنه. إذا انتشر المرض فسيتم الإغلاق. قبل ذلك من الأفضل اتباع القواعد والبدء في المدرسة. الآراء تختلف عند بعض أولياء الأمور، حيث يجدون التعليم عن بعد قد يكون أفضل في ظل انتشار المتحور دلتا وعدم إمكانية تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بالنسبة للأطفال. أنا خائفة، هذا وقت صعب في وقت تتزايد فيه طفرات دلتا. إذا أمكن فالأفضل الدروس عبر الإنترنت. يمكن الحصول على التعليم من أي مكان. الأطفال في خطر كبير، يتأخر تعليم الأطفال بسبب الفصول الدراسية عبر الإنترنت. لا معنى لإرسالهم إلى المدارس المعرضة للخطر. على أي حال أعتقد أنني سأجهزهم للمدرسة وأرسلهم. الآباء لا يعرفون ماذا يفعلون ولا يمكنهم أن يقرروا. لدي طفلان كلاهما يذهبان إلى المدرسة. يذكر أن منغوليا أجلت السنة الدراسية لمدة عامين 2019 و2020 و2020 و2021، والاكتفاء باعتماد نظام التعليم عبر الإنترنت منعا لانتشار الفيروس.